احنا الصعايدة قلوبنا حديد احنا الكرامة احنا الشهامة شايف حالك ايه انت تعرف ايه عن الصعيد احنا ناس قلوبنا زي الجبال ما بنهاب احد احنا اللي بنجيب الحقوق وبنرجع الحقوق للناس عمرنا ما كلنا حق حد احنا دايما منصورين اصلنا نسل الرسول افهم الكلام ما تغفلكش معاي الله يهديك ويهدي اللي جابك اللي بيطول لسانه علينا بنأدبوه واللي بيقرب من حقنا بنمنعوه احنا الصعايدة الشهامة الكرامة الرجولة وما كترش في الكلام التاريخ ثابت ومعلوم احنا نسل الرسول كتير يتكلموا على الصعايدة لكن للأسف اقول على حاجه وما تعرفوهاش ما عندناش دار للمسنين ولا بنسكن في شقه ايجار كفايه عليكم كده وابدا حلقتي مع حضراتكم واقول الصعيدة دول موضوع كبير والناس كتير اتكلمت عليهم بس الكلام عن الصعيدة يطول وانا النهارده مش هكتر على الكلام في الصعايده، علشان الصعايده اصلهم معروف. اجدادنا واسيادنا معروف انهم اهل الاصول، انا عمري حتى لو اتكلمت مش هاديهم حقهم، ولينا الشرف ان احنا من الصعيد واهالينا من الصعيد اشرف ناس واعرق ناس والتاريخ شاهد على الكلام النهارده بقى في موضوع الساعه موضوع الساعه بيقول لك ان يعني من كتر الكلام على الموضوع بتاع الشهر العقاري الناس في الكومنتات على السوشيال ميديا بيقول لك ان خطبه الجمعه القادمه طبعا دي من التريقه يعني عشان ما حدش يفهم كلامي غلط يعني خطبة الجمعة القادمة الخطيب سيتكلم عن المادة 35 في قانون الشهر العقاري الجديد وأهميتها طبعا الكلام من كتر الحديث عن عن المواد القانونية اللي اللي اندرجت في قانون الشهر العقاري الجديد وإن الناس عندها لغط وعندها اشتباك فلازم نفضل الاشتباك ده احنا كنا سبقين بفضل ربنا سبحانه وتعالى واحب بشر حضراتكم ان شاء الله باذن الله طبعا صرح المستشار نادر سعد مستشار مجلس الوزراء وقال النهارده منذ ساعات انه لا استبعاد لتعديل دستوري في قانون الشهر العقاري الجديد دي بشرة للناس أحب أبدأ بها مع حضراتكم وأبشر حضراتكم بها وهيكون معانا على الهاتف إن شاء الله المستشار خالد الأبنوبي المحامي بالنقد والمرشح السابق على مقعد نقيب محامين شمال الجيزة وأنا بعتز بـ 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 بالأستاذ خالد وبكل إخواتنا وأصحابنا وأصدقائنا من السادة المحامين هيكون معانا في هذه المداخلة يعني أنا حبيت أجيبه لأن عاوزين نفسر شوية في بعض النقاط ونفض الاشتباك اللي احنا بنتكلم فيه ده لأن الموضوع أصبح كل الناس بتتكلم على موضوع قانون الشهر العقاري الجديد، في ناس تقول لك أصل ده يعني الدولة كده بت يعني بتقرص علينا والمصاريف كتيرة، طب احنا طب أنا لو ما رحتش هيقطع عني المرافق المية والغاز عمر ما في دولة بتحارب شعبها لا خلي بالك من من كلامي ما فيش دولة بتحارب شعبها وما فيش حكومة بتحارب الشعب لا هي عملية تنظيمية هي نقطة نظام ربما تكون نقطة نظام تأخرت أصبح أو آن الأوان لأن النقطة دي تصبح موجودة حفاظا على الملكية المداخلة جاهزة معانا يا أستاذ محمد؟ استاذ طب يا ريت يا جماعه نجهز المداخله بتاعه المستشار خالد الابنوبي سريعا ماشي هي نقطه نظام جديده يعني ايه نقطه نظام انا بحب النظام وانت بتحب النظام وانت بتحب النظام مفيش حد فينا مفيش حد فينا بيكره النظام كلنا بنحب النظام عاوزين نروح نلاقي المصالح بتاعتنا الحكوميه منتظمه الامور مرتبه ما نوقفش طوابير الخزنه يبقى ما فيش طابور على الخزنة تبقى في نوع من أنواع النظام مكان للسيارات مكان لأهالينا الكبار مكان لكبار السن مكان للسيدات مكان للأطفال كده يبقى في نوع من أنواع النظام ده مطلوب النهاردة في قانون هيطبق زي ما حضراتكم عارفين ويمكن إحنا كنا سباقين وبفضل ربنا سبحانه وتعالى كنا ولازلنا أول من طرح مسألة قانون الشهر العقاري الجديد على الساحة الإعلامية والتاريخ يذكر وكل الإعلاميين المحترمين وغيرهم إن معانا المستشار خالد الأبنوبي ألو ألو يا سيادة المستشار مساء الخير يا وائل بيه مساء الفل الله يكرم حضرتك ازي حضرتك منورنا إزاي حضرتك منورنا. منورنا ألو منورنا يا خالد بيه ازاي ما عليك يا وائل بيه احنا طبعا يعني سعداء ان حضرتك معانا وكان نفسنا تشرفنا في الاستوديو يعني ربنا يخلي معاليك يا باشا والله انا بس لولا ان عندي دور برد كده هو اللي منعني الف مليون إنما سلام انما كان يشرفني ويسعدني اني ابقى موجود مع حضرتك في البرنامج الف مليون سلام لان وحضرتك. انت حد محترم الله يكرمك وبرنامجك برنامج محترم الله يكرمك طيب بص يا خالد بيه النهارده طبعا حضرتك شايف كل الناس الكبير والصغير و... 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 واللي يعرف واللي ما يعرفش واللي ماشي في الشارع واللي قاعد على الرصيف واللي قاعد في دكانته كله بيقول لك قانون الشهر العقاري الجديد، هنعمل ايه؟ احنا مش لاقيين طب نعمل ايه؟ طب المواد دي رايحه فينا فين؟ طب هيقطعوا عننا الكهرباء، طب هيقطعوا عننا الميه، طب هيقطعوا عننا الغاز، طب الواحد يعمل ايه؟ طب افرض انا ما روحتش فانا أي. كنت حابب ان انا يكون معايا يعني شخصيه محترمه زي حضرتك ونفضل الاشتباك, ونفضل الاشتباك ده على الهواء ونفضل الاشتباك ده على الهواء ونوضح للناس المسائل بوضوح وبصراحه وبوجهه نظر نستطيع من خلالها نبقى بنبشر ونساعد الناس تمام يا باشا انا انا مستمع لحضرتك والساده المشاهدين بص يا معالي المستشار ايوه هو طبعا اللغط الدائر دلوقتي على الساحه وحديث الساعه آه. هو موضوع الشر العقاري وإلغاء دعاوى صحة التوقيع وما إلى ذلك لكن الموضوع مش 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 بالصورة القاتمة للناس اللي الناس اللي الناس إنما الموضوع مش كده الموضوع بس عشان خاطر ما يتخذش بشكل همجي وسريع الموضوع لازم يبقى فيه شيء من التروي عشان نوصل في النهاية إلى حل يرضي جميع الأطراف أولا دعاوى صحة التوقيع يا جماعة ما تلغيتش لان دي اللي بيشرعها او اللي بينظمها قانون في نص ماده بينظم هذه المساله وده اللي احنا عايزين حابين نوضحه للناس مم. يعني جمهور المشاهدين دلوقتي اللي بيسمعونا تمام. لازم يبقوا فاهمين ان مفيش حاجه اسمها ان دعوه صحه التوقيع اتلغت انما انما هو هيوقف التعامل باحكام صحه التوقيع فيما يخص ادخال المرافق للعقارات والشقق المبنيه خدت بال معليك اما فيما يخص موضوع الشهر العقاري فطبعا احنا عندنا قانون الشهر العقاري احنا كلنا تعاملنا في موضوع التسجيلات وعارفين حجم حجم الصعوبات اللي بتواجه التسجيلات في الشهر العقاري او في تسجيل الاحكام وان كان وان كان القرارات اللي صدرت من وزير العدل والخاصه بشهر او بتسجيل الاحكام حتى لو كانت الاحكام منتهيه صلحا انا من وجهه نظري ده هيفتح ابواب خلفيه للتحايل للناس اللي, اللي بتتحايل على القانون ويستولوا على الشقق وعلى العقارات دون وجه حق. تمام انهم في ناس ممكن تعمل دعاوى وهميه فيما بينها وبين بعض وتقيم الدعوه وتاخد حكم بنهاء الدعوه صلحا مم. وتروح تسجل الحكم وتعمل الشهر في الجريده ويقعد شهر في الجريده دون مم. ان يعترض عليه احد وفقا للقرار الصادر من السيد المستشار وزير العدل مم. ولكن في النهايه هتفتح باب خلفي لمشاكل كبيره جدا طيب انا انا حابب من حضرتك حابب من حضرتك. بشيء من الرويه اه ولو اتعاد النظر في في قانون السجل العيني واصبح قانون السجل العيني يطبق على المدن والقرى مش على القرى بس والدايره وسعت شويه م. بدل عدم بحث الملكيه لان عدم بحث الملكيه يا جماعه الناس ما تفتكروش انه حاجه كويسه مش معنى ان انا النهارده اخد حكم واروح اقدم الحكم اقدم الحكم للشعب عقاري عشان اشهر الحكم واسجله وما تبحث الملكية ده شيء كويس لا يعني طبعاً. يعني من الآخر فيه ف... هنفتح ثغرة للنصابين يعني آه أيوة هنفتح مجال للطرق الملتوية للناس النصابين إنها تشتغل حضرتك بالتحايل على القانون خالد بيه سمعني يا خالد بيه سمعني خالد بيه سمعني ألو سمعني يا خالد بيه أي معلش الصوت بعيد قوي طيب الجماعة في الإعداد يا أخواتنا في الإعداد يعلوا الصوت شوية ماشي خالد بيه أنا مع المستشار بص مع المستشار دلوقتي انا محتاج من حضرتك نقاط لان الراجل الجاء يعني انا مع احترامي للناس اللي مش متعلمين او اللي ما يعرفوش القانون الجهل بالقانون مش عيب يعني في ناس عاوزين نوصل لهم المعلومه مبسطه بعد اذن حضرتك تمام هو هو يا جماعه ببساطه شديده م. الناس اللي معاها احكام بصحه توقيع على عقود بيع او شراء آه. هذه العقود ساريه م. ومعمول بيها ولم تلغى ولم يصدر قانون بالغائها وهي جائزه التعامل ولكن بالنسبه للعقارات اللي داخل فيها مرافق فالامور مستقره والحكم ساري في مواجهه الكفه طب انا هدي حضرتك مثل وانت حضرتك رد عليا خالد بيه اللي انا هقوله اتفضل انا مستوى. عندي يا معالي الباشا ساكن في شقه الشقه دي فيها مرافق ميه وكهرباء وغاز تمام ولا ومعلش و انا راجل على قد حالي وأوتي بيومه يعني بحاول اوفي حقوق زوجتي واولادي وماشي على قدي معيش آلافات أنا أنا معيش آلافات. تمام مش هقدر اروح الشهر العقاري ولا هقدر اروح اجيب محامي يرفع لي دعوه ولا يعمل لي صحه ونفاذ ولا اروح اقدم رسوم هل الدوله هتعتدي علي لا طبعا طيب إذا عاوزين يعني بعد إذن طبعًا حضرتك أنا عايز أأمن الناس شوية يفهموا الموضوع ماشي إزاي عشان الناس في ناس بتهاجم وفي قنوات خارجية بتستغل الموضوع ده يا خالد بيه في إثارة غضب المصريين. تمام. هو هو طبعًا الموضوع أعتقد إنه قُتل بحثًا في خلال الأيام الفايتة وأكثر من برنامج استضاف أساطير واساطين في في العلوم القانونيه والشر العقاري والتسجيل وقدروا الموضوع بحث ولكن انا من وجهه نظري م. الموضوع لازم يتاخد بشيء من الرويه ايوه وال والدوله لازم هو انا 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 عارف ان في مشروع قانون معروض دلوقتي بتعديل نصوص قانون الشر العقاري لسه ما نتكلم عليه خلينا لسه ما نتكلم عليه دلوقتي اه لان احنا عندنا معضلتين معضلة مادية اللي هي رسوم التسجيل أوه. والمعضلة الثانية الا وهي الاجراءات فيما يخص بحث الملكية تمام. ف... ف... فأنا من وجهة نظري الدولة لها دور كبير في انها تحل هاتين المشكلتين من خلال تعديل تشريعي جديد تنظر او ينظر الي الامور بشكل يرضي غرور جميع المواطنين سواء من الناحيه الماديه او من النواحي الاجرائيه فيما يخص اجراءات الشهر لان انا النهارده عشان ابسط اجراءات الشهر والغي بحث الملكيه بالشكل اللي صدر بيه القرار ده انا من وجهه نظري هتع... هتخلق مشاكل كبيره. تمام. انما لو لو اتحط تشريع تاني يعني لو اتحط تشريع يعمل حاله وسطيه في ما بين الاجراءات تبسيط اجراءات التسجيل فيما يخص بحث الملكيه ومن الناحيه الثانيه تخفيف او تخفيض الرسوم اللي تم فرضها على على شر عقاري طيب خدت بال في في سؤال لحضرتك في النص كده اتفضل الا تتفق معي يا سياده المستشار ان ربنا سبحانه وتعالى لما كان لما كان بينزل الاحكام على على ال... على ال... يعني خاصه في الاحكام القرانيه لان هي المدرسه الاولى والرئيسيه في اصدار الاحكام ومعرفه طريقه اصدار الاحكام و... وانزالها على اهل البشر. تمام لما لما ر... ربنا سبحانه وتعالى قال آ... ولا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. تمام ثم جه بعد كده و... 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 ونهى عن شرب الخمر تماما. طب ليه احنا ما يكونش عندنا من اهلنا اهل السلطه واهل المسؤوليه واهل التشريع نوع من انواع التدرج ليه ما اقولش ما ما خلال سنه تقدم وخلال كذا يبقى في يعني ندي الناس رويه لان انزال الامور مره واحده ده ما هو ما هو ده اللي انا بقوله حضرتك ان احنا عايزين فتره بينيه التدرج فيما بين فيما بين تطبيق القانون فيما يخص تطبيق قانون الشرع العقاري اه والتعديلات المزمع عملها عشان تبسيط الاجراءات وتخفيض النفقات تمام لو احنا وصلنا لده و و و وصدر قرار ب ب بتاجيل العمل بقانون الشرع العقاري فيما يخص ادخال المرافق للعقارات وما الى ذلك الى ان يتم تعديل النص التشريعي فيما يخص قواعد القانون بدون تسرع عشان المساله القانون يطلع بشكل فعلا من الدولة تستفيد مم. من هذه المسألة برضه وإجراء الإجراءات التسجيل آآ آآ تتم بالشكل اللي المفروض الشكل اللائق لأن دعوة صحة التوقيع دي من وجهة نظري بدعة هذا الزمان طب في حاجة تانية يا خالد بيه في حاجة تانية في حاجة وحضرتك حاجة... معايا في حاجة تانية خطيرة أيه جدا معلمشار. في حاجة تانية حضرتك وأنت معايا كده حاجة خطيرة جدا إحنا بسبب أي. ده هتحدث كارثة التكدس أيوه مظبوط اه مظبوط فاحنا محتاجين نبقى يعني في رويه التكدس ده احنا عندنا جائحه كورونا ولسه ما خلصتش الناس هتجري ورا بعض في الشارع العقاري والطوابير توصل لاخر الشارع طب احنا هنتعامل ازاي لا وشهر العقاري انا عايز من خلال برنامج حضرتك ايوه اوصل رساله للمسؤولي الشهر العقاري تمام اللي هم اخواتنا وحبايبنا تمام ولهم كل العذر ولهم كل العذر اه في قله عدد الموظفين قلة اتع... اه انت النهارده عشان تروح تعمل توكيل يا وائل بيه قمه الازمه اللي ممكن تقابلها في حياتك صحيح عشان تروح تعمل توكيل في ناس بتنزل قبل صلاه الفجر تروح تحجز عشان خاطر تحجز دور عشان يعمل توكيل أيوة. يقعد من الساعه 5 الفجر لغايه الساعه 3 العصر ده توكيل احنا لسه ما دخلناش ف... في اجراءات ده توكيل <applause> فمساله كارثيه اه فما بالك لما تتكدس الناس بقى على مكاتب الشر العقاري آه. لاتخاذ اجراءات التسجيل فيما يخص العقارات المبنيه والاراضي خدت بال فاهم مساله هتبقى يعني يعني مساله احنا بنقول نفسنا نبقى فعلا دوله متحضره احنا مش ضد احنا مش ضد نقطه النظام يا خالد بيه مش ضدها ايه مع مستشار احنا مش ضد نقطه النظام خالص خالص ما هو ده اللي احنا بنتبناه اه بس ليس ليس وما نيل المطالب بالتمني نعم نعم ولكن توخذ الدنيا غلابة نعم احنا النهاردة عشان انزل او اشرع قانون بالشكل ده لازم لازم يكون عندي من الروية والتأني في ان انا اما اجي اطبق هذا القانون اطبقه بالشكل اللي يرضي الناس وفي نفس الوقت ما يخلق ليش مشاكل كانت تبان معاليك اه ده ده, ده هتبقى كمان يا معالي المستشار العقاري ده هتبقى مشاكل كارثيه وعندي الشرق بعض او الكثير من مكاتب الشر العقاري من ناحيه المساحه لا تستوعب اعداد المتقدمين لطلبات الشر العقاري في حاجه طيب ممكن اطرحها او التوثيق في حاجه ممكن اطرحها مع حضرتك على الهوا اتفضل يا باشا ليه ما يكونش في موقع الكتروني ها زي استخراج هاي. البطائق ايوه ونمشي اجراء اجراء والمواقع الالكترونيه دلوقتي متاحه حتى ما يبقاش فيه تكدس هم شغالين بده دلوقتي هم بداوا فعلا في ده اه يعني الدوله بدات فعلا في انها تعمل ده ولكنه أيوه هو... مش هي... كل الناس عارفينه ما هي بدات بس نفس الوقت بدأت انت بس مش مفعل جيب. يا سياده المستشار بدات بس مش أيوه. مفعل بتقول يا باشا بدات ولكن غير مفعل على الارض الصوت بعد قوي يا وائل بيه يا استاذ محمد الصوت لو سمحت احنا بنتكلم في جزءات مهمه جدا يا جماعه في الاعداد طيب يا خالد بيه سمعني؟ الو خالد بيه حضرتك سمعني؟ يا وائل بيه بص يا معلم المستشار في الواقع التفعيل الالكتروني او التقديم عن طريق المواقع الالكترونيه غير مفعل ما تقدرش تخش على موقع الكتروني دلوقتي على الشارع العقاري وتقدم عاوز اسجل ما فيش ايوه طب ده مهم جدا النهارده النهارده العالم كله العالم كله حضرتك اكيد سافرت بره مصر وسافرنا بره كل وهو قاعد في البيت بيعمل كل اجراءاته ايوه بره بره في الدول المتقدمه بل في الدول العربيه أوه. السياسه المعمول بيها هي سياسه التعامل من خلال شباك واحد اه ومن الرقي بمكان ان ال... ان الواحد كمان ليه مده محدده بيقف فيها على الشباك الواحد دوت من خلالها لا يتجاوز السبع دقائق واذا لم لم ينصرف العميل من على الشباك بعد سبع دقائق الشباك بيغلق اوتوماتيكيا ويحال الموظف للتحقيق عن سبب التاخير احنا كده بقى كل موظفين مصر هيتحالوا للتحقيق ما اذا احنا ب... اذا احنا طبقنا اصلا اه يعني نطبق ويتحالوا مش اشكال بس المهم ان احنا نطبق ده لو احنا عملنا ده بدل النهارده بروح اطلع شهاده الميلاد من مكان واطلع البطاقه من مكان واطلع اسجل العقد من مكان عارف يعني دوره دور دوخه زي ما بيقولوا دوره صعبه يا خالد بيه دوره صعبه دوره صعبه, صعبة. جدا دعوه مرهقه بتضيع الوقت وبتضيع الوقت وبتضيع المال حضرتك وبتخلق قبل الهوا اه ايوه يعني أيوة. يعني الاماكن دي م. النهارده بقوا مليونيرات من الابواب الخلفيه للاسف للاسف طب لو ال... طب لو الدوله لو الدوله وفرت اماكن او ميكنت المساله بشكل افضل وزودت عدد الموظفين م. أو اخذت أماكن أوسع قدرت من خلالها تستوعب طاقات كبيرة من البشر اللي تخش تتعامل وتتعامل من خلال شباك واحد وتبسط الاجراءات لأن النهاردة قواعد البيانات أعتقد أن قواعد البيانات دلوقتي اكتملت بشكل كامل وأصبح النهاردة الشهر العقاري بيضرب الاسم على الكمبيوتر بيجيب له كل البيانات بيضرب الرقم القومي بيجيب له كل البيانات إذا النهارده شبكات الدوله ارتبطت او اتربطت الكترونيا ببعضها فاصبح مفيش صعوبه النهارده في اننا اماكن المساله ولكن محتاجه شيء من الرؤيه وشيء من التنظيم حضرتك وده اللي احنا بنعمل ان هو يتعمل أه علشان خاطر المساله تتظبط ويبقى الناس راضيه عن اي قانون هيصدر خاصه اذا كان في اجراءات مبسطه ومصروفات يستطيع المواطن ان هو يقوم بسدادها طيب وحضرتك قبل الهوا كنت قايل لي اني انا هفاجئك بحاجه معينه في الكلام انا انا منتظر المفاجات في في الحديث. والله والله يا وائل بيه يعني انا انا من وجهه نظري احنا كناس عمليين طبعا المشرع او الناس المسؤوله عن تشريع تشريعات القوانين يعني انا ازعم انهم مش زي المحامين في التعامل احنا من خلال التعامل في المحاكم وفي الشر العقاري وما الى ذلك اه المشكلات العمليه اللي بتواجهنا احنا اللي بنقدر ناخد خلفياتها وبمعنى ادق احنا عارفين الايه الاسرار بتاعتها عارفين الجروح فين؟ خدت بال ما اه الصوت وحش جدا يا وائل بيه انا في صدى صوت انا سامع حضرتك جداً. انا والله سامع حضرتك ممكن انت حضرتك يكون بس مشغل التلفزيون او حاجه لا 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 ده انا قاعد انا قاعد في اوضه مغلقه من غير طيب تلفزيون انا انا, أنا سامع حضرتك كويس والساده المشاهدين سامعين حضرتك كويس المشكله ان انا اللي مش سامع طب انت سامع عايز اسمعك عشان أ... محمد... اجاوب عليك يا استاذ محمد الصوت لو سمحت حضرتك سامعني كده يا خالد بيه انا سامعك اه بس سامع ناس بتتكلم برضه بم... مغلوشين عليا ممكن يكون الشبكه عندك ولا حاجه بس عموما احنا احنا سامعين حضرتك كمل حضرتك اتفضل خدت بان معليك اوال بيه اه سامع حضرتك اتفضل خد بيه فاحنا من خلال الم... من خلال تعاملاتنا في ال... في الشرع العقاري وفي التسجيل وما الى ذلك احنا لينا رؤيه او انا كمحامي ليا رؤيه رؤيتي ان الموضوع يتاخد بشكل آآ آآ في شيء من الواقعيه او المنطقيه م. خدت بالك تمام يعني يبقى في إجراءات سابقة على تقديم الطلب للشارع العقاري تمام هذه الإجراءات إجراءات خاصة بالإنتقال وبحث الملكية، بحث الملكية يكون على أرض الواقع إذا ما كانش العقار له ورق أو له خرايط أو له سجلات في الشارع العقاري اه خاصة إن احنا عشوائياتنا دلوقتي أصبحت كتيرة اه وهي المشكلة كلها المصارة دلوقتي خاصة بالعشوائيات نعم لان العقارات القديمه والمبنيه والاماكن السكنيه القديمه وما الى ذلك ما عندهاش مشكله في الحاجات دي تمام حتى أوه. لو اتبحثت ملكيه اي عقار فيها او شقه مش هتمثل مشكله انما هي مشكلة كلها في العشوائيات طيب فلو حصل ده وكان فيه اجراء سابق على اجراء الشهر يثبت الملكيه بادله يتعمل من خلالها وثيقه للعقار وخد معليك زي زي ال... زي نظام السجل العيني كده، إذا لم يطبق السجل الم... العيني على المدن. خدت تمام ده من وجهة نظر هيحل الأزمة. طيب أنا أنا عشان يعني برضو ما ما, ما... ما... ما ناخدش الوقت كله في موضوع الشرع العقاري، كان النهارده سمعت إن إن في قانون في مجلس الشعب بيدرس أو هيطبق أو شبه إن هم خدوا قرار عليه إن إن, إن عدم إعلان الز... الزوجة الثانية بالزواج الأول آه... هيتم حبس الزوج. ايه راي حضرتك في القانون ده والله احنا سمعنا الموضوع ده بس وحصل لغط كبير والناس فهمت الموضوع غلط وفي بعض الزوجات بدات تهدد ازواجها بيه وخبال عليك وفي حين ان الموضوع مش كده آه. الموضوع هو طبعا القانون او تعديل القانون خاص بتزوير الاعلان اللي بيتبعت للزوجه آه. لان في ازواج لما بيجي مثلا يتزوج على زوجته مش عايز يقول لها ما, بي... ما بيعلنهاش م. فيحط عنوان غلط يحط بيان غلط آه. فما يوصلهاش او ما يوصلش ل... 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 لعلمها تمام آ... 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 زواجه التانية الثانيه فاعتقد ان التعديل اللي حيرد على هذه المساله هو م. خاص بالجزئيه دي لكن مش خاص بالزواج الثاني في حد ذاته اه عشان الناس ما عليها الامر ويعتقدوا ان لا ده انا من وجهه نظري بقول ان ممكن في في, في القادم ان شاء الله هتصدر قوانين تلزم الراجل انه يتجوز اكتر من واحده <applause> هنخالف الشريعه يعني يا سياده المستشار طب ده في حاجه ثانيه ده هو ده القانون كمان سمح للزوجه الاولى ان هي تطلب الطلاق للضرر ويتحكم لها عشان هو ما اعلنهاش بالزواج الاول او ان هو اتجوز أيوة عليها وهو وهو لو, مع... لو حتى لو اعلنها أوه. هي من حقها ان هي تطلب الطلاق لتضررها من تزوج بزوجة اخرى أوه. يعني ده مش بالشرط ان هو اعلنها او ما اعلنهاش لكن هو احنا بنتكلم في تجريم الاجراء مش تجريم الفعل أوه. يعني تجريم الاجراء التعديل اللي جاي هو تعديل خاص بالاجراء مش بالفعل الزواج نفسه انما خاص باعلان الزوجه بالزواج او بعلمها به طيب انت حضرتك آه، ما شاء الله يعني برضو وضحت لنا جزئيه الشارع العقاري يعني شبه ان احنا فضينا الاشتباك اللي الناس متوهماه لكن حضرتك تتوقع معايا ان يكون في آه، باذن الله آه، تعديل دستوري قريب جدا صح كده جدا لمصلحه جداً. الناس اعتقد ان الحراك أوه. القانوني اللي في الشارع دلوقتي وفي قنوات الفضائيات أوه. وما الى ذلك أوه. وعلى السوشيال ميديا وع وعلى كل ال ال الفضائيات وكل الدنيا حديث الساعه دلوقتي وحديث الجماهير هو حديث الشرع العقاري وقانون الشرع العقاري وتطبيقه فاعتقد ان ده برضو الدوله هتنشغل بيه لان الدوله أوه. برضو هيجز مننا وحاسه بينا تمام. فاعتقد ان ان الدوله مش هتسكت على ده هيبداوا أوه. فعلا هيتفاعلوا مع احساس الناس ومع شعورهم هيعدلوا المسألة بالشكل اللي, اللي يستطيع المواطن أوه. إن هو تتبسط له الإجراءات وتتخفض له النفقات والمصروفات بشكل يرضيه وفي نفس الوقت يبسط إجراءاته. تمام خاصة إحنا النهارده في صراع ما بين الدخل والنفقات. تمام فهذا الصراع الدائر بيخلي الناس دايما تفكر في الاثنين في الاتجاهين طيب قبل ما اختم مع حضرتك يا خالد بيه تعليقك على المشهد الانتخابي في نقابه شمال الجيزه وحصول حضرتك على المركز الثاني بعد النقيب المستشار ناصر متولي انا طبعا بالمناسبه السعيده في لقائي مع حضرتك النهارده طمع. بهني مجلس نقابه شمال الجيزه وإحنا نقيبا محررتك. واعضاء بنجاحهم وبفوزهم وبتمنى لهم التوفيق والسداد وبتمنى ان ان انهم يادوا في هذه الدوره اداءا يرضي غرور المحامين تمام والمساله ما هي شخصيه بالنسبه لي ولكنها مساله عامه بتخص جموع المحامين احنا كلنا بنرشح نفسنا بهدف ان احنا عايزين نخدم بعضنا ونخدم المحامين أوه. وانا حطيت برنامج ازعم ان برنامجي هو البرنامج الوحيد من ضمن البرامج اللي حطها بقيه المرشحين اللي لو تم تفعيلها او تطبيقها كل محامين الجيزه بل ازعم ان محامين الجمهوريه كلهم هيستفيدوا لو طبقوا اللي احنا قلناه في برنامجنا لانه حاجات واقعيه على ارض الواقع لو تم تطبيقها مم. اعتقد ان المحامين هيعود عليهم بنفع شديد جدا ده, ده ما يمنعش وأنا النهارده إن احنا... كنت قاعد مع النقيب على فكره اه كان في زميل محامي معاه قضيه بيتحقق معاه فيها وكنا بنحضر فيها واتقابلت مع النقيب وقلت له الراجل استجاب ل... 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 لكثير من النقاط اللي احنا عطينا في برنامجنا ووعد بتنفيذها طيب. وانا طبعا بتمنى له التوفيق واتمنى ان هم فعلا ان شاء الله باذن الله يكرمهم ربنا و... ويحققوا فعلا ما يرضي به غرور محامين شمال الجيزه. احنا بنشكر حضرتك على الهواء على المداخله الجميله دي. ربنا يسلم عليك يا انا اللي سعيد. آه المحامي بالنقد واللي انا يعني بسعد آه بلقائه شخصيا من الناس المتصدره. آه ومتشكر جدا يا خالد بيه على المداخله الجميله دي وان شاء الله تحياتي <ربنا> تحياتي <في> حضرتك ربنا تحياتي ليك ولكل معدي والمقامين على البرنامج الجميل بتاع حضرتك متشكرين لحضرتك متشكرين شكرا يا <تحيات> وائل بيه متشكرين يا فندم طيب يعني اتمنى او ازعم ان شاء الله ان احنا نكون يعني قربنا المسافه سنه او بسطنا للناس ما تقلقوش حتى في تصريح للسيد المستشار وزير العدل قال كده باللفظ احنا مش هنشد حد يروح يسجل شقته، مش هنجيب حد يروح يسجل بيته، اذا الموضوع ما يدعوش لل... للثوره العصبيه والناس تبقى قلقانه ومكروبه خالص. هي كل القصه ان دولتنا الجميله محتاجه تنظيم، محتاجين ننظم نفسينا شويه، محتاجين ما يبقاش في حد بينصب على حد. محتاجين يبقى فيش حد يعتدي على ملكيه حد ويمكن وضحنا الكلام ده في مع المستشار خالد الابنوبي من شويه فاحنا مش عايزين الثغرات دي محتاجين من دولتنا وبلدنا اللي بنحبها وبنتمنى نشوفها في ازهى صوره احنا معاكم ومع النظام ومع ترتيب الامور ومساعده الناس وتيسير الامور على الناس انا كل ما ادعو اليه في هذا البرنامج وده بحب الكلام ده قوي انا نفسي نساعد الناس ونيسر على الناس الاجراءات ونقطع ايد المرتشي والسمسره اللي بيكتسبوا من الارهاق على في ناس بترهق في الاجراءات فيجي له واحد من, من, الابواب الخلفيه عاوز يعني يستفيد فيقول له خد والنبي خلص لي دول واشرب شاي بالياسمين مش هينفع عايزين نبطل شاي بالياسمين نفسنا نبطل شاي بالياسمين عايزين نشرب شاي مظبوط شاي بمعلقه سكر واحده شاي على الأد عايزين نبقى امورنا ميسره مرتبه نمنع اي غلط ولغط ونفضل الشباك ونوضح للناس ويا ريت الحكومه مشكوره وانا عارف ان هو في جلسات منعقده حاليا في غايه الاهميه لدراسه هذا الامر نخش بقى يا جماعه او ندخل على الموضوع الثاني موضوع مأساوي قوي لسه من اربع ساعات الخبر نازل في في جريده اليوم السابع يا ريت الاستاذ محمد ينزل لنا الخبر آه تلات شباب زي الورد ثلاث شباب 19 سنه و18 سنه و18 سنه حسن ومازن ومحمد فؤاد الناس دول من منطقة اسمها مدينة المستقبل في مدينة في محافظة الإسماعيلية خد بقى معايا الكلام اللي جاي عشان هيزعلك قوي كلام فعلا هيضايقك التلات شباب دول اتقطعوا حتت النهاردة دراع في مكان راسهم في مكان بطنهم في مكان رجلهم في مكان ايه اللي حصل ايه المشهد اللي حصل النهارده عشان عاوزكم تزعلوا زي ما انا زعلان ايه اللي حصل منطقه اسمها مدينه المستقبل القطار بيعدي من خلالها بيعدي القطار ياتي من الزقازيق من م من مدينه الزقازيق واخد بال حضرتك بيعدي يروح على مدينه الاسماعيليه فبيعدي على مدينه المستقبل الثلاث شباب دول كان معاهم رابع وهو الناجي الوحيد من هذه الحادثه ايه اللي حصل السوشيال ميديا وجنون السوشيال ميديا والناس اللي طفحت علينا واللي هرتنا فيديوهات بدون اي وعي تلات شباب زي الفل وزي الورد قالوا نعمل سيلفي مع القطر لا حول ولا قوه الا بالله وكانت النهايه تلات شباب زي الورد اتقطعوا اشلاء القطر قطعهم بيقول لك القطر قطعهم على مسافة كي كيلو ألف, كي... ألف متر فضل يقطع في جثثهم إيه اللي حصل؟ راحوا يتصوروا على طريق القضبان في مدينة المستقبل على طريق الإسماعيلية طريق القطر اللي جاي من الزقازيق راح الإسماعيلية التلات شباب طلعوا وجابوا رابع يصورهم فيديو على التيك توك على السوشيال ميديا يا رب تصبر اهلهم يا رب تصبر اهلهم وامهاتهم وأب... وابائهم يا رب واخواتهم وزويهم مأساة يا جماعة تلت شباب زي الورد طلعوا على القضبان بياخدوا سيلفي مع القطر وهو جاي شفتوا غباء أكتر من كده شفتوا المهزلة اللي احنا بنعيشها ثلاث شباب ضاعوا يا رب تصبر اهاليهم يا رب حاجة تحزن حاجة تبكي ايه ده ايه اللي بيحصل فينا ده القطر جه اللي بيصورهم قاعد يقول لهم القطر جاي انتبهوا الواضح ان القطر ما كانش بيدي اشارة وده اللي انا عايز اقوله لما عملنا بحث مع اهل مدينة المستقبل وجدنا ان هم في عزبه هناك على هذا الطريق فيها زراعه وفيها ماشيه ثروه حيوانيه والاهالي هناك بيطالبوا سياده الوزير المحترم وزير السعاده كامل بيه الوزير بيطالبوه بعمل كبري للمشاه لان هناك المنطقه دي منطقه مكشوفه القطر بيمشي مفيش سور بيحمي طريق القطر في المنطقه دي ومنطقه سكنيه ماهوله بالسكان وفيها كثافه سكانيه انا بوجه عنايه دوله وزير رئيس الوزراء وعنايه الوزير المحترم الجميل اللي دايما بيسعدنا ودايما بييسر علينا الوزير كامل الوزير يبقى في سور يحمي طريق آآ 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 الاتجاه من من الزقازيق للاسماعيليه يبقى في حمايه للطريق ده لان ده طريق قطر الناس بتشتكي بتقول دي مش اول حادثه تحدث في هذه المنطقه الناس بتشتكي وبتقول ان المنطقه دي دايما بيحدث فيها حوادث لان هي منطقه مكشوفه وفي طلاب بتعدي تروح المدرسه مفيش كوبري مشاه في المنطقه دي وسياده الرئيس من, من من عن قريب كان بيتحدث في هذا الامر لازم نعيد تجديد حياه العشوائيات ونعيد تجديد اهالينا ونعيد تجديد معيشتهم ولازم يبقى في حياه كريمه فمن ضمن الحياه الكريمه ان يبقى المنطقه دي فيها سور يحمي طريق القطار حفاظا على ارواح الشباب راحوا ياخدوا سيلفي مع القطر السيلفي مع القطر راحوا اسال ربنا يرحمهم اسال الكريم يغفر لهم ويصبر اهلهم يا رب العالمين موضوع يزعل موضوع يخليك ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وصلنا من الحاله الجنونيه ان انا اخد سيلفي مع القطر وهو جاي ايه الجنون ده؟ ضاعوا الشباب ثلاثة توفوا 19 سنة مازن 18 سنة محمد فؤاد 18 سنة حسن ثلاث شباب مش عارف أقول إيه مش لاقي كلام أقوله حاجة تحزن وحاجة تزعل بس أنا بوجه عناية الدولة إن يبقى في مراعاة لهذه الأمور يبقى في سور يحمي الطريق القطار يا جماعة يبقى في إشارات يبقى في نوع من أ... في كباري مشاة نراعي المسألة دي لأن دي مسألة خطيرة أنا شفت المشهد على الهواء المنطقة مكشوفة طريق القطر مكشوف يمين وشمال ومنطقة سكنية مأهولة بالسكان عند مدينة المستقبل في محافظة الإسماعيلية يا رب يا رب تحفظ بلدنا وشبابنا وتحفظ ولادنا ارجع لحضراتكم في جزئيه يا ريت الاستاذ محمد لو في مداخلات بخصوص قانون الزوجه الثانيه وكثره الطلاق انا عايز برضو اتكلم في جزئيه مهمه جدا الستات اليومين دول يا جماعه الستات اليومين دول في ستات كتير جدا عاوزه تطلق ما اعرفش ايه السبب في اسباب متعدده في ناس لو في مداخلات يا استاذ محمد الو طيب آه, آه, اه, في ناس كتير من الستات عايزين يتطلق طب انت عايز تطلقي ليه واحده تقول لك اصلي مش مكفيني مصاريف طيب انت لما تتطلقي ايه اللي هيحصل يا ماما هتشردي عيالك واخد بال حضرتك هت... هتشردي الاولاد آه هتقولي انا هاخدهم اربيهم طب انت هتروحي تشتغلي ده انتي قاعده معززه مكرمه امهاتنا زمان يا رب تديهم الصحه والعافيه يا رب يا رب تدي امهاتنا اللي عايشين منهم تديهم الصحه واللي توفوا تديهم الرحمه يا رب امهاتنا بتوع زمان دول مدرسه كبيره قوي كانت الست من دول ويمكن انتوا معايا في الكلام ده امي وامك اللي مش هيتكرروا خلي بالك كل الامهات بتوع زمان ليهم وضع مختلف عن الواقع اللي بنعيشه الو يا ازي حضرتك ازي حضرتك أنا احمد مع حضرتك اهلا وسهلا استاذ تفضل اتفضل حضرتك البرنامج بتاعك ده جدا يعني جدا وربنا يبارك لك حبيبي حبيبي اتفضل حضرتك بتيجي في صراعات مهمه ومشاكل مهمه فعلا وبتناقشها يا رب يكرمك دوله تستجيب اه طب انا محتاج محتاجك تعلي صوتك شويه محتاج تعالي صوتك يا استاذ احمد شويه بقول لحضرتك يا ريت الدوله الجديد اللي حضرتك بتناقش فيه بص احنا احنا دلوقتي على الهوا ودولتنا مسموعه وكلامنا مسموع وعلى فكره يا استاذ احمد استاذ احمد معايا اه احنا كان لينا السبق ان احنا نتحدث في مساله قانون الشهر العقاري الجديد وكل الاعلاميين والصحافيين بداوا الحديث من فضل ربنا علينا اتفضل يا استاذ احمد حضرتك مع المستشار من شويه انا كنت متابع آه. ما شاء الله عليكم يعني ناقشتوا نقط مهمة, مهمه 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 طيب بالنسبه طيب. لموضوع الستات اللي طالبه الطلاق دي وعمالة وعملت تفركش في البيوت والله القضاء اللي ادى الفرصه للستات ايه القضاء حضرتك اللي ادى الفرصه للستات دلوقتي الست لما تيجي تطلق او عايزه تخلع او حاجه آه. بتاخد حقها ثالث وثالث من الراجل ايه آه. ما ده كل واحده ما تصدقت في الفرصه بقى، الواحده بتقول انا راح اعيش في بيت ابويا واخد نفقه واخد مش عارف ايه واخد حقي. ما هي دي حقوقها برضو يا استاذ احمد، هي تاخد حقوقها بس انت قصدك انا قصدي ان في ستات بيتس... بتزيد من موضوع الطلاق وبتشتت الاسره و... 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 والاولاد هم اللي بيبقوا ال... اللي بيخسروا في الاخر. يا فندم ما... ما دلوقتي معلش الست بتاخد حقها يعني غير آه. الاول. يعني اللي كان انت كانت يعني الراجل ياخد حقه والست دلوقتي اصبح الست طالما اشتكت الراجل او راحت تخلعه او طلبت مثلا الطلاق باي شكل خلاص بقى كل حمل على الراجل فبص تلاقي الست دلوقتي يعني اذا انت معترض على انت طب انت الامور الاسريه عندك مستقره يا استاذ احمد؟ لا الحمد لله لا الحمد لله طيب ربنا يحفظ لك اسرتك واولادك ومتشكرين المداخله الجميله دي طيب انا عشان ما يعني وقت برنامجنا اللي انا عايز اقوله يعني من ضمن الحاجات طبعا في مساله تشريد الاسر دي يا جماعه النهارده الدوله بتحارب الطلاق بتحارب بتحاول تقطع طريق الطلاق ده حتى يمكن بعض الـ 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 يعني الاراء طلعت بان يعني ما ينفعش الطلاق الشفوي بس دي مش مساله مش مساله نتكلم فيها عشان بس ما اخشش في 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 نقاش فيها لا يعني انا بقول ايه الدوله بتحاول بقدر المستطاع ان هي تساعد على استقرار الاسره لكن للاسف الشديد في ستات او في نساء او في سيدات مش زي زمان كان زمان الست الكبيره بترضى بالقليل تقول له انت تنور البيت زوجها ده تقول لك ده هو نور عيني يخش عليها معاه كتير معاه قليل هي بتوضب البيت وتقسمه على اللي جاي بتمشي امورها كانوا الامور ماشيه وكانت البيوت مستريحه شويه عن كده لكن اصبح دلوقتي الستات طماعه واخد بال حضرتك هيقول لي في اخطاء في اخطاء عند الرجاله انا معاك أنا معاك مش كلهم يعني مش كلهم بس أنا أقولك على حاجة أنت لو اتطلقتي مش هتروحي تلاقي سيدنا عمر مستني حضرتك يتجوزك، ولا هتلاقي يعني عمرو دياب ولا هتلاقي مثلا حد من المشاهير مستني يتجوز حضرتك لما تطلقي، لا ده انت هتقعدي في البيت وهترجعي تدوري على شغل وعلى ما تاخدي النفقه بتاعتك اللي انت مش واخده بالك منه، يعني ايه تاخدي نفقه؟ واخده بال حضرتك وتفسدي اسره وتفسدي انا عاوز الاسر تبقى في تعاون في حب في الفه للاسف الشديد في كثير من السيدات وسامحوني في هذا كثير وفي اخطاء عند الرجال احنا مقتنعين لكن في كثير من السيدات بيسعوا للطمع هي طمعانه هي عايزه تاخد كل حاجه وحتى لو جوزها في يوم من الايام فكر يتجوز يتجوز عليها تخرب البيت تطلع عينه بس هو لو تزوج وهو مقتدر ده حقه طالما مقتدر ان يراعي البيتين او يراعي البيوت اللي معاه او يراعي اهله خلاص يبقى في نوع من انواع الكفاءه عنده هو كفء لذلك خلاص نمشي امورنا لان احنا مش هنمنع شرع ربنا سبحانه وتعالى ما يجرؤ يمنع شرع ربنا اللي شرعه النهارده انت عندك نسبه عظيمه من البنات عندك البنات بقوا ضعف الرجاله في كثير من العوانس انتوا مش متخيلين يعني ايه بنت يوصل سنها لخمسه وثلاثين وسبعه وثلاثين سنه واربعين سنه مش عارفه تتجوز ازاي يا جماعه فين 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 مراعاه عفه الس... النساء والسيدات وبناتنا لازم يبقى فيه حلول يعني تبقى اعظم من كده ونحافظ على بيوتنا يا جماعه قبل ما اختم مع حضراتكم عندي شوية حاجات كده رسائل عايز اقولها الحياة كانت زمان بسيطة يا ريت نرجع الحياة البسيطة دي احنا عقدنا الامور قوي واخد بالك تقول له اصلا لازم الواي فاي في البيت لازم الواي فاي واخد بالك بس ارجع واقول لك رسالة مهمة قبل ما اختم معاك في برنامجي يا رب نفهم الرسالة دي قوي الحرام حرام لو كل الناس عملوه فما تتنزلش عن المبادئ حتى لو اصبحت وحيد ما بين الناس رسالتنا دايما نفع الناس يا رب تحفظ بلدنا وتحفظ شبابنا ويكون حياتنا فيها خير وسعاده يا رب تسمع مننا انت السميع العليم يا رب كنت معاكم في برنامج ضد الفوضى وائل أبو شوشة أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد